في شيء صار جو اختلاف صار اختلاف بوجهات النظر إذا بدي أقول. أوكي أنا أخذت قراري وخلص هون وقفت هون. طب أي متى قلت إنه أنا بدي أطلع من عباء التيار ما وقف وبطلت تهجم؟ أنا ما كنت بالتيار مني أنا ما كنت منتسب تكتل إنه بالنتيجة صار عدة أشياء من أول ما بلشت الحياة السياسية ما كانت تريحني ما برتاح لها ولا بنسجم فيها ولا هذا الجو اللي برتاح له اللي كان المستوى السياسي أو التصرفات الفردية إنه ما بلاقي حالي في الجو. أخذت قراري عادي يعني وقت اللي كانت يمكن كل الظروف بتناسب نائب أو بتناسب شخصية إنه في رئاسة جمهورية في وزارات في كذا بس بالنتيجة في خيارات ومبادئ واحد عايش فيها وتربى عليها. وقت ما يلقى حالي بالجو اللي أنا برتاح فيه هيك بكل بساطة قلت أنا بيزعجك أنه الرئيس ميشيل عون سلم قيادة التيار للنائب جبران باسيل يلي هو كان بوقت عديلك شي بخصه؟ لا أنا كنت صح كنت في الجيش بعدني شيء بخصه هو يعني ما عاني للموضوع انه سلم. لا عم بحكي انه بالعادة العدالة بيغاروا من بعضهم شوي. لا ما في شيء غار منه ما في شيء تغار منه. ما زعجك انه قال ما في شيء غار منه؟ انا مرتاح بحالي مرتاح مع الناس مرتاح مع الاشياء اللي عملتها بحياتي مع المبادئ اللي تربيت عليها ضليت بشبح حالي كل الأوقات ما في شيء يزعجني بالموضوع. طب ليه ما سميك لقيادة الجيش برأيك؟ إنه ما كان بيناسبهم تعرفي هو قرار سياسي ما كان بيناسبهم أنا أكون قائد جيش. بتشوف إنه حرموك قيادة الجيش هن السبب مثلا وكنت تطمح له قبل؟ مين هن عمين عم تحكي؟ على جنرال على الرئيس السابق ميشيل عون. ما في تركيبة كاملة إنه ما كانت الظروف كنت تطمح لقيادة الجيش؟ لا أكيد كل ضابط بالجيش بيطمح يكون أي جيش إنه شيء طبيعي. نعم وبتشوف إنه حرموك إياها ولا لا الظروف فرضت؟ يعني ما بتشوف إنه ظلموك إنه سلموا رئاسة التيار للنائب جبران باسيل بوقتها وقيادة الجيش إنه ما طرحوا اسمك؟ ما 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 هالقد يعني عاطي أهمية كنت لقيادة الجيش. نعم موضوع لأني الواحد يختم حياته العسكرية بحلم قيادة الجيش بمعنى أنه بيبقى فيه أفكار براسه بيبقى فيه تصور براسه لكيف بيشوف الجيش كيف مستقبل الجيش كل واحد بيبقى عنده التفكير تبعه يعني بقى هذا الفكرة تبعه ما قدرت وصلتها بالنتيجة لأشوف جيش بالطريقة اللي أنا بفكر فيه. السؤال على الهامش بتأيد خدمة العلم اليوم ترجع تكون إلزامية؟ بأيد خدمة العلم بس بطريقة تانية تمين أزو الناس لأنه بس تقولي هلأ بأيد خدمة العلم يعني كله له أصول مثل أنا مثلا أنا مثلا بأيد جيش محترف بروفيسونيل يعني وحدات سريعة وحدات فعالة مدربة بكترة بحجم أصغر من الحجم الموجود فيه هلأ بالوقت ذاته خدمة علم بس مش بفترة طويلة يعني إنه كما يقتلوا هم الناس إنه سنة تروح على الطلاب سنة تروح على خدمة العلم فرصة ترسخي أكثر الفكر الوطني. بقول الصبايا والشباب بعيد على الصبايا والشباب مش الشباب مش بس للشباب بقى من هيك هي ضرورة وبالوقت ذاته بترفدي الجيش بطاقات كتير مهمة يعني وقت اللي بيكون واحد عامل هندسة اتصالات أو يعني أو عامل طب أو شو ما كان عامل يعني رح تلاقي فرص كبيرة للجيش يصور جيش فعال جيش مخوخ جيش ضخ دم جديد يمكن عندهم طاقات كتير مهمة بالوقت ذاته بيكونوا عايشوا مع بعضهم من كل البيئات طيب ما يضل في انتو نحن والمناطق ديك وكيف بيفكر وواحد بيعتبر حاله انه صف اول واحد بيعتبر حاله صف تاني لا بالعكس البيئات بتتفاعل مع بعضها بتعيش مع بعضها ببيئة وطنية نظيفة ومدروسة. كلنا بنعرف انه اي مارون اليوم بيحلم برئاسة الجمهورية مش شايف انه غريب ما ينطرح اسمك اليوم للرئاسة؟ مش شايف انه غريب؟ لا مش شايف غريب انه وقت هيك
أجواء شعبية أو أجواء إنه بيحكوا بهذا الموضوع. بس مش هون الموضوع، الموضوع أي شخص بيناسب هالمرحلة هذه. الوقت اللي بيجي يعني مش كل اللي انطرحوا إنه رح يمرقوا، أو يعني بدك تشوفي الظروف اللي موجودة والمواصفات الموجودة. أي شخص بيناسب لهالمواصفات. ما بتشوف مواصفاتك بتنطبق على المواصفات يلي عم تطلقها الخماسية، دول الخماسية؟ أكيد وطنيا مواصفاته بتناسب، لأنه بس مثل ما قلت لك إنه حسب الظروف. معقول تكون الاسم الثالث يلي عم بينحكى فيه اليوم؟ لا مش ما حدا حكى معك أو تواصل معك بهذا. شو رأيك بمعركة الرئاسة؟